مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظه الشرقيه تحديدا من في مواقع التواصل الاجتماعي. حضرتك قولي لنا دلوقتي معانا والده المتهمه تحكي لنا كواليس الفيديو وتفاصيل جديده في الواقع. البنت الصغيره انت قلتي لي قبل التصوير ان كل يوم باخد البنت اروح اوديها المركز عشان ترضع. وحضرتك جايه من المستشفى دلوقتي بيها كمان صح كده؟ كانت بترجع. كانت بترجع. كنت بتكشفي عليها. طلع عندها ايه؟ عندها برد ومفيش اكل. مفيش رضاعه لانها ما بتاكلش. طفله عندها ثقب في القلب. ممنوعه من العيط، ممنوعه من الزغطه. بودها هي في مرتين ينفع لطفله؟ لا بودها الساعه 9 الصبح تحيل عليهم. وودها الساعه 3. يعني وقف لحد ما يقول لي تعالي لما تجيش. يعني مشقه وتعب على حضرتك طبعا وطول الليل قاعده بيها. بس ده كله علشان خاطر الطفله الصغيره. ما انا هعمل ايه؟ ده طفله. ده اللي عنده فخ كتكوت صغير بخاف عليا. وده طفله بن ادم. طيب حضرتك كنت في قاعه المحكمه دلوقتي. حالتي نداء صحيه وانت معاكي. تعبانه. نداء تعبانه ومنهاره، عندها انهيار عصبي شديد. ده مش عارفه بنتها اصلا ذات نفسها. منهاره. هتعمل ايه من الضغوط؟ هي شافت بنتها وهي في الجلسه تبادروا بالصلح مثلا؟ احنا مش ممانعين. مش ممانعين. احنا شفناكم فعلا في فيديوهات كتير جدا ان انتوا بتقولوا عايزين نتصالح عشان وعايزين عشان خاطر الطفله. بس بنتنا تعيش في امان. طيب هو ليه مانع وليه واخد القرار قوي كده ان هو مش عايز؟ والله كل واحد حر باكر. احنا مش نصب على حد. عشان بنتنا مش رخيصه. كلمتوا العقلاء والوجهاء انا بنتي البلد. مش رخيصه ده انا مربيها يعني تربيه من عرق جبين ابوها. كلمتوا العقلاء والوجهاء في البلد ان هم يتدخلوا بالصلح مثلا؟ كلم مين؟ الوجهاء في البلد، العمد، الناس الكبيره، الناس اللي احنا مش غلطانين علشان نكلم حد. حد حب يتدخل هو يتبرع بينكم كده مثلا؟ في ناس كلموا باباه. عندنا اسئله برضه. يا فندم هو كان وجهت لي قلت له لو يعني منكم يتم ما بينكم جلسه عفويه. ربنا يقعد سيبني اليومين دول ما بنت تطيب. فوجئنا لقيناهم راحوا المركز وطلبوا نداء جديد البلاغ واحنا كنا عاملين صلح ونزلوا نشر على النت حضرتك عشان يلموا فلوس بتجرب بنتي. يا حاجه رندا هي بنت ده اللي جاها ولا بنت حرام؟ يا حاجه رندا دي مش بنت حرام. ايه اللي حصل ده كله؟ ايه ده بس ايه ده بس إيه؟ الفيديو اللي نزل ليه جزء تاني؟ ما نزلش؟ لا ما نزلش، في حاجات رندل. كتير. الفيديو ده نص ساعة وزيادة عن نص ساعة. إيه اللي حصل؟ أنت كنت موجودة، إيه اللي حصل؟ بنتي إحنا بايعين بيت العيلة وبننجل في شقة يعني. فبنتي أني كنت رايحة مشوار فلقيت بنتي مجابلاني، رايحة فين يا نداء؟ قالت لي يا ماما أنا زهقت. قلت لها زهقت ليه؟ قالت لي أنا رايحة أجيب بصراحة حباية غلة. قلت لها حباية غلة وإحنا كفرة؟ قام والدها قال لي خدي بنتك وديها وشوف في إيه؟ دي ناس بتصلت بنتها؟ دي ناس بتهدر حشيشة بنتها؟ بنتك رايحة تجيب حباية غلة عشان تنتحر؟ قمت أنا قلت لها لو احنا ماشيين في السكة بنتدور الكلام كده في أي نداء؟ قالت لي يا ماما أنا جعانة وحماتي قافلة على كل على لغاية الجبنة الحادقة. يا الله. وبدوخ بترمي وادوخ. يعني فترة عملها لما بتكون بره بتجيب وبترضع. لا وبترضع واحدة اللي بترضع ده عايزة حاجة تاكلها مسكرة. فيديو يا جماعة هات هنا يا باشا فيديو كاميرا هات هنا كده هات هنا ايه اللي حصل يا حاجه إيه؟ كملي مع حضرتك يا حاجه ايه اللي حصل؟ يعني هي ما كانتش بتاكلها؟ النداء بقى اللي حصل بقى لما جابلتني جنب باباها قال وديها وشوف ايه عشان احنا بننجل مش فاضل لك يا نداء عيشي يا نداء وقاعده تزعق ليه؟ قلت انت مش عارف الدور هو عليا ولا اقول لها عيشي وانهم غلطانين فين؟ عيشي يا نداء عيشي يا نداء قمت انا وانا ماشيه في ايه؟ قالت لي يا ماما ايه جت بتقول اكلت البط؟ قلت لها مش دور على البط يا ماما دور عليا ده انا بدوخ انا برد عايز اكل جعانه الساعه 11 عايز اكل اكتر. كنت رايحه لها زياره؟ انا مش كنت رايحه، ده هي مجابلاني رايحه تجيب حبايب المسممه دي. استغربت انت قبل الواقع بقد ايه يا ام نتاع؟ ده يعني دوبك نص ساعه خدتها ورحت. انا ما حماتها قبلها؟ خدتها ورحت يوم الجمعه الحوار ده يوم الجمعه؟ يوم الجمعه خدتها ورحت ضربنا الجرس بره قالت لي ما حدش رد بقينا مشينا تعالي يا ماما فوق قلت لها لا ما حماتك تيجي عشان لحد يقول خدوا حاجه من الشقه. قعدت على السلم بره ولعب في البنت وهي قاعده تفرحي ده زعجيها. ما طلعتوش؟ لا ما طلعتش شقه حد. بس يا منى ده يعني هل كان في مشاكل قبل كده قبل الواقعه دي ما حصلت؟ كان في خناقات ما بينهم؟ كان في خلافات مثلا يعني؟ هم على طول ضاغطينها وبنتي ما بتقولش. يا محترم سيبها تخلص الواقعه وبعدين على طول بنتي يضغطوها بالكلام وبالشتيمه وجوزها يقول لها كلام والفاظ مش ينفع تتجاهل. بعد ما انتوا دخلتوا قعدتوا على حضرات يا استاذ اسلام خليكم معايا. بتقول الفاظ جريحه انا استحي اقولها على الملأ قدام الناس. بصي لي هنا بصي لي بتقول لها انت عايزه تطلعي شقتك عايزه تجيبي رجاله ينكوك
حقوقي لفظا. احنا قلنا ممنوع الالفاظ يا استاذ حمدي. يا استاذ حمدي نبهنا قبل اللايف ممنوع الالفاظ. نعتذر عن اللفظ. نعتذر عن اللفظ. نبهنا ممنوع الالفاظ يا جماعه. بعد ما انت دخلت وقعدت على الشرف والسمعه. دخلت على خلاص حضرتك انت متوتر. اصبر انت يا ابو النبي. خلاص دخلت على البيت وقعدنا وضربت الجرس ما لقيتهاش. قالت لها راح اجيب ازعجها بتجيب علف ولا مش عارف بتجيب ايه. قعدت اجت السلام عليكم وعليكم السلام. قلت لها فيا ام نسمه زعلانين ليه؟ ده انتوا اتنين مش لكم بركه الا بعض. قالت لي خدي بنتك معاك على معالي يجي. قلت لها ليه؟ اخدها معايا ليه؟ ده انتوا مونسين بعض اللي تتعب تشيل التاني. قالت لي لا بنتك مش نافعه مش نافعه ونازله بالشرشوبه زج رماد عليا انا والبنت على رجلي مرت على بنت السمره. احنا شفناه فعلا على بنت السمره اتمرت وعينين البيت دي طفله. وبعدين انت قلت لها ايه؟ رحت تاني جايه لها فيا ام نسمه. قالت ده بتقول لي عاشوره ومش عاشوره. قلت لها هي كانت عندنا امبارح وبتقول لي يا ماما انت نسيت تجيب لي عاشوره. قلت لها احنا كنا بننقل حتى اول سنه السنه دي ما نصومش لا تسوعه ولا عاشوره. اتلخبطنا في نجلين الفش من الشقه وايه مخنا تايه. قالت لي يا ماما ده هي ادت بناتها 200 جنيه. قلت لها ماشي خد ال 200 جنيه هم يعني ده. اتشكلت معايا بالليل بقى ايه قالت لها اخد ال 200 وتديني 100 عليهم. انت بتديني كل شهر 300 جنيه يبقى ايه دي الشهر ده نداء اللي بتقول اه يعني عشان اجيب اريال بس اه عشان اجيب اريال واجيب لزقه لبنتها. حتى بنتها كانت سخنه. هاتي يا ماما نجيب لزقه. قالت مش معايا فلوس. راحت عمتها الصغيره نازله جايبه لزقه للبنت للسخونيه ولزقتها بجورتها. حتى كانت على جورتها قبل يعني موضوع الشكل مع بعض كده لحنان الصغيره. اه هي بتقول ان جوزها بيبعت لها 3000 في الشهر 300 جنيه. طيب يا ندى ما بتاخد 600 جنيه وكانت بتاخد 50 جنيه كل اسبوع الاول. طيب ندى كبيره اه 50 جنيه في الاسبوع. وبعدين ايه اللي حصل يا حجران؟ المهم ايه قلت لها يا ام نسمه حصل قبل كده وانا مش لازمني مواسم من حد. حصل قبل كده يا جماعه ان احنا حضرنا ناس عرفيين من ناس بتحضر مجالس عرفيه. ايوه وتدخل طرف من ضرب البلد من عندنا فقال لوالدته بمنتهى الامانه كده قال لها هي مش لها تطلب منك. تطلب من مين؟ من جوزها. تمام كده واتكلم مع جوزها وقال له يا ابني هي مسؤوله منك ان انت تبعت لها مصاريفها. وبعدين احنا بص مش بنحملك فوق طاقتك بس اتجي لها في بنت الناس. تمام كده ودايما يحطونا في كفه ناقصه ازاي بقى مصدر شك. انتوا اللي بتبوظوا بنتكم. انتوا اللي بتحرضوا بنتكم. هنحرضوا على ايه يا ابني؟ حد كاره ان بنته تعيش ولا حد كاره ان بنته سعيد؟ لكن انت كل ما بيحصل حاجه بتقول لها ارجعي وعيشي. ارجعي وعيشي بعنفها حتى لو لها حاجه بعنفها. ولا معلش بدوس عليها. حضرتك في الفيديو بتضربي بنتك يعني هي بتعمل كده. احنا شفناكي انت بتضربي من وانا عصبيه بس انا بضربها علشان يا فندم ده ضرباتها في الفيديو كسرت الفك. اهو انا عامله اهو كسر الفك الصناعي اللي بعمله مع احضر بالواقع دي. انا مضربها تركيز استاذ معالي المستشار معاك اهو. ضربتني بالكف جاي معايا على بتاع القمر. معلش يا حجران ده عشان ما انتوش يعني انت بعد ما حصل والدتك ده ما باخدش الا 300 لا كمل لي 300 كان ايه رد الفعل بعدها؟ قالت لها انا مش لازمني مواسم من حد. انتوا عالم جعانة وعالم نقص. طب معلش قلت لها احنا الفاظ قول ان في الفاظ انا مش عايز اقولها. واحنا يا ام نسمه مش بركه الا انت. وراحت ايه ان ده قاعده وهي قاعده وقلت مش لكم بركه الا بعض وكده. لو انت قاعده وشايله حنان اه انا شايله البيت على رجلي لان انا بحز البيت. انا بحب البنات موت. شلتها على رجلي وقعدت. راحت هي من وهي في ريحها راحت جايه لها لفظ وحش. اه يعني يمس الشرف. يا جماعه لو اللفظ راحت نداء بنتي لو اي الفاظ احنا مش هنقبل منها. يا جماعه لحظه لو اي الفاظ اتذكرت منهم في حجي او حج والدتها انا ممكن اتسامح يا حاج حمدي. انما الا الشرف والسمعه. الا شرف بنتي وسمعتها على المرأة قدام الناس كلها. اهو شرف بنتي وسمعتها. لا احنا ناس طهر وناس نضاف ونعرف ربنا وما بنسقش لحد ولا جبنا سيرة حد وعشان كده احنا ما نقبلش حد يسيء. يا حاج حمدي انت ليك حق ان انت تقاضي اي حد ان هو يغلط في حقه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث الشريف من مشى مع مظلوم ليثبت له حقه ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الاقدام. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي سال الناس والتشهير بالناس كانت حصلت حادثه قبل كده ايام النبي في حق السيده عائشه اسمها حادثه الاف. ادعى عليها مصطح ابن اساسه ابن خالد سيدنا ابو بكر اتهمها بالزنا فربنا برأها من فوق سبع سماوات. فقال في القران العظيم ان الذين يريدون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فإلا الإساءة في الشرف يا جماعة. فجاء سيدنا بكر في الحتة ديت منع الزكاة عن مين؟ عن مصطح بن أساسة كان ابن خالته وكان فقير. ربنا نزل قرآن في سيدنا أبو بكر ولم يذكر فيه اسمه. ربنا قال في حق سيدنا أبو بكر قال ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين
يعني ربنا امره ان يديه زكاه رغم انه اساء لبنته. النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث ايه في الحته دي؟ قال لك ان افضل الزكاه زكاه ذا الكاشح. فاحنا ناس محترمين وناس متفاهمين وما بنسقش لحد وما بنسقش لاعراض الناس. ازاي بنتي تعمل فيها كده؟ انا غير قابل للوضع ده خالص تماما ومش هسكت بصراحه، والله ما هسكت. يمكن احنا طلبنا مشاهره واقول لك هلم مشاهدات، هلم مشاهدات، هلم الفلوس يا شيرين. بقى تقول لي انت بتشرب بنتين؟ نعم فندم. هم عندهم نت احنا ما عندناش نت. بضوابط بضوابط وصل معايا واحد قلت له بنت تعبانه سيبني يومين، خطه متدبره. فطبعا بصيت لقيت ترندات بتنزل ونت وكله كله كله كله. انا صابر ما بردش لدرجه ان الناس شكت في عدم ردي. قالوا انت موقفك ضعيف. فانا ده النت ساكت؟ لا انا رديت اهو تمام. مجرد ان انا قلت للراي الوسيط اللي عايز حد القعده وراي المحترم ولا داعي لذكر اسمه مضرب البلد من عندنا، قلت له سيبني يومين اما بنت عشان انا بعالجها. طيب. بنتي تعبانه ومضغوطه نفسيا تمام كده. فطبعا هو بلغ رساله يقول لهم فوجئت انه احنا بعد ما عملنا مذكره تصالح يوم الجمعه اللي فاتت مش امبارح اللي قبلها تمام كده رجعوا يوم الثلاثاء تصالح مع مين؟ معاهم. قول لي يا فندم، قول لي يا فندم، كانت في مشاكل قبل كده في خلال السنه اللي فاتت دي غير المشكله دي؟ كانت في مشاكل بينهم؟ كل شويه مشاكل. طيب جوزها طرد الساعه 1 بالليل في الشارع. معلش استاذن حضرتك في حاجه، بنتي لو مش في بلدك استاذه نداء بتتواصل مع زوجها وهي الساعه 1 بالليل عشان بتكون استاذه نداء؟ انا بخاف من الظلم. لحظه لحظه، الاستاذه نداء الاستاذ سالني سؤال مهم، عيده تاني كده يا فندم. الاستاذه نداء كانت بتتواصل مع جوزها وهو مسافر. هرد على الحته دي. اتفضل. حماتها بتقول لها لفظا كده، انا لو قلت له ارضى عن نداء وكلمها يكلمها، ما يرضاش عنك ومش يكلمك وخصمك مش هيكلمها، لدرجه ان هو بره في غربته كنا بنقول الله يسهله وربنا يوفقه تمام كده، يخاصمها بال 20 وما يتصلش عليها. شهر فين يا عم الاحساس بالابوه يا عم؟ فين بنتك؟ فين زوجتك؟ الشرع كفى ليك ان انت تبقى راي العادل بين زوجتك ومراتك من البدايه. انت اللي عملت اللعبكه دي كلها، انت طري، انت راجل طري. ليه كان بيخاصمها؟ ليه كان بيخاصم الاستاذه نداء؟ والله اساله واسال والدته. توقعاتك يعني؟ ما يعرفش، ده حاجه بينه وبين والدته. تمام كده؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، انت راجل يا اخي، الراجل الحكيم في بيته ياما بيحصل. النبي نفسه كان عنده مشاكل اسريه في بيته، دي قدوتنا. خد مراتك من ورا زوجتك وزوجتك من ورا مراتك ولطف الجو وهيئ نفسك عيشه كريمه. انت تقصد ان الزوج هو السبب في كل ده؟ اللي نزل الفيديو اصلا من الاول. ايوه، انت بتشاهر ببنتي ليه وبتشاهر بوالدتك ليه؟ وحضرتك ما كنتش عايز تتكلم في الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت امتناع عن الرد، ان انا مش قابل الوضع، لان بيننا وبين بعض حته لحم. بيننا وبين بعض طفله زي العسل. طب هو نفسه علي زوجها مش حاول ان هو يكلمها قبل ما ينزل الفيديو؟ يتكلم معايا ما تكلمش، ما تكلمش، ما تكلمش في تفاصيل الفيديو. حتى يقول لها انت غلطانه الكلام ده. ما كلمهاش على فكره. هو ما جابش على السؤال يا جماعه. انت كنت زعلان دلوقتي. كملي يا استاذه ماي. السؤال لسه ما خلصش. كملي يا استاذه ماي. اتفضلي يا استاذه. ابوها ما حماش يا جماعه. واحد واحد. كملي يا استاذه. هو زوج نداء مش حاول ان هو يتواصل معاها يقول لها يتكلم معاها بخصوص الفيديو ده، يقول لها انت ازاي غلطت في والدتي؟ ايه اللي حصل عشان يحصل كده؟ ان هو يتكلم معاها. يا استاذه مايا هيتواصل معاها وهي بصي بايظه نفسيا خلاص تحت الصفر. البنت بتموت في السجن. طب قبل الواقعه كانت بتتواصل معاها؟ بنتك عندها كام سنه؟ عندها 20 سنه. قبل الواقعه كان بيتواصل معاها؟ ما تواصلش معاها. الاستاذه مايا وكان مسافر في الامارات ونزل، نزلوه اتصلوا بيه فنزل فقطع اجازه ونزل. كان في بينه وبين مراته مشكله قبل الواقعه؟ مشاكل متعدده. يعني على مدار النبي نفسه بيته لا يخلو من المشاكل. وبعدين الدنيا مش هتقف لمجرد ان انا اختلفت مع زوجتي يعني. هقول لحضرتك سؤال في التعليقات، الكل عمال يقول ايه اللي حصل ان بنت زي دي تعمل في حماتها وتضربها كده؟ بس تعبانه. لا يا عم لحظه. ايه اللي وصله؟ يا عم لحظه، اساءة للشرف. حماتها بتسيئل للشرف. حماتها اساءت لشرفها واتهمتها انها بتجيب رجاله فوق. ليه مش كلمت جوزها يا استاذ حمدي وقالت له ان والدتك بتسيئ لشرفها؟ بتقول له ممتنع عن الرد. طب ردش عليها، ما كلمتش. لا هو دي المفروض مراته، دي عرض المفروض يدافع عنها. حضرتك ليه ما روحتش بنفسك ووقفت لجوزها وكلمته؟ البنت ما جالتش الا بعد المشاكل دي، عايزه تعيش. ما قالتلكش خالص. عايزه تعيش يا جماعه. يمكن هم بيقولوا غضبت اكتر من مره. حضرتك بترجعها الفيديو بعد ما اتصور في اربع ايام. ازاي في رجاله هتطلع لبنتي وفي كامر في البيت يا جماعه؟ يعني هي كانت بتقول ان بيطلع لها رجاله فوق. فعشان كده ركبوا الكاميرا. يعني ده ما كانش يعرف ان في كامر من زمان. كامر راكب من زمان، بتتهم بنتي انها هتجيب رجاله. انت عايزه تعيش في الشقه. في رجاله بتطلع لها. عايزه تجيب
رجاله تطلع فوق. حمد الرؤيه وضحت. احنا في قصه دلوقتي الفيديو من ساعه ما حصل الواقعه من يوم الجمعه، الفيديو نزل يوم الاربعاء. الخمس ايام دول هل حصل محاولات من جانب علي ان هو يتواصل معاك او ان انتوا تتواصلوا معاه؟ لا. وفي محاوله للصلح من جانب الاطراف؟ لا لا الاطراف في طرف للامانه عشان يبقى فيه مصداقيه. تخيل اتكلم مع واحد وسيط في البلد، راي المحترم وراي امام مسجد، ها او مش امام مسجد الموظف، معلش موظف، بس راي الاهل للادب يعني، قصده خير، اهل للادب، وراي الوسيط وراي المحترم من درب البلد من عندنا. فاتكلم معايا بقول للجماعه عايزين يقعدوا حسب ما انت اتفقت ب 150. قلت له انا ما اتفقتش، دخلوا لجال في قسم الشرطه يوم الجمعه اللي فاتت، لا اللي جاب لها على 150. قلت له يا استاذنا الفاضل ما فيش اهل بيقعدوا على فلوس، في صله نسب وفي بنت في النص. فقال لي لا هم مصرين. قلت له يا عم كان في قعده على وصل امام، ركز معايا. قلت له من كان هيبقى في قعده، القعده هتبقى على 50 يا عم، ولا حق لا حق هدي لها حقين، ملاش حق حمد، ملاش حق يا عم، احنا متنازلين عن حقنا. قلت له الكلام ده عشان الناس، قلت له بس سيبني يومين عشان بنتي تعبانه وانا بعالجها، اوديها لدكتور نفساني، اوديها هنا. البنت ما بص الحاله السيئه، الحاله النفسيه صفر، متدمره، مضغوط، تمام كده. فده اللي حصل، المفروض ينتظروا. فوجئت ان هم يوم الثلاث راحوا جددوا البلاغ تاني بعد ما عملنا مذكره صلح يوم الجمعه اللي قبلها، والبنت ما زالت بقى احنا انا ووالدتها بنبات في قسم الشرطه يا بره بالباب، يا بره في بره بابات بره قدام السجن في الباب في المحكمه طول النهار، بقى لنا اربع ايام ولا خمسه في مرمطه. ما كانتش بتدخل ليها عشان ترضى؟ بندخل البنت بصعوبه، اهل الخير برضه بيدخلونا. الفيديو كان مفاجاه ان هو ينزل بصعوبه. ازاي انت بتشهر بمراتك ووالدتك؟ اول واحده نزلت الفيديو اخته الكبير يا استاذ حمد، اخته الكبيره. وبعدين في جزئيه عايز اوضحها مهمه للناس كلها. يا جماعه احنا ناس عارفين ربنا، ما احناش بنحب نفترى على حد. الفيديو ده اتقطع من الجاي كامل واتحط مكانه موسيقى، الصوت ما ظهرش اللي فيه ليه؟ تمام كده. النبي بيقول البينه على من ادعى واليمين على من انكر. انت بتتهمني ان انا سرقت اسطوانه غاز من شقه فلان، هل الناس مسكتني والحريم صوتوا في جموع الناس حمد ابو زيد حرامي عشان تثبت الجريمه؟ انا كده حرامي والانبوبه على كتفي بشلتك كده بحرامي، انما انت بتتهمني كده غايبا وتقول لي انت حرامي وتنشر وتقول حمد حرامي. ازاي الكلام ده؟ وازاي التشهير بالناس؟ وازاي سمعه الناس؟ وازاي لسان الناس؟ الا شرف بنتي، كل قال اللي فيه نص للفيديو مقطوع، الا شرف بنتي. طيب قسما برب العزه ما هفرط في شرف بنتي. تسلم يا حاج حمد، انت واهل بلدي عارفيني كويس وعارفين اخلاقي وعارفين تربيتي، الناس كلها مش تعرفيني. انا كنت لسه هقول لك ان احنا اول كلام مع بعضنا، اول كلام مع حضرتك اول امبارح حضرتك قلت ان انا اكتر الناس المرحبه بالصلح. وفي جزئيه، في جزئيه بقى انا ليه اخ واخت راحوا هناك استغلوا الموقف، نتاج ان احنا بينا وكان في بينا وبين بعض شويه خلافات على المراس عائليه، على عائليه المفروض هم مش يدوهم مساحه. وبعدين لاحظ حط في الاعتبار ان اختي واخواتي كانوا بعصوا على بنت ايام الخطوبه، حتى هم نفسهم قالوا احنا صدناهم بشده، ازاي قبلتوا ان انتوا تدخلوهم يصوروا عندكم في البيت؟ هي كانت غريبه ان انت المفروض دي بنتك مش بنت اخوك اكتر يعني، ده لحمه، ده دي لحمه. وبعدين بقول في جزئيه، بقول البنت دي متربيه على الحرام ومتربيه على قله الادب، انا باكل ولاد حرام يا ابراهيم يا استاذ حمدي. احنا خلينا في نفس الوضع نفسه، ولا انا بشحت من الناس يا استاذ حمدي. تاني يا استاذ يعني حمدي، بعد اللي حصل ده التعاطف من اهل بلدتك هنا واهل قريتك زاد مع حضرتك؟ والله قصه التعاطف او عدم التعاطف دي ترجع لضمير الناس. انت بتشعر بايه؟ لا انا مش بشعر، انا ما عنديش نت، انا فاضل النت، مانيش فاضل النت، لان انا بعتبره المسيح الدجال. انا بعتبر النت ده المسيح الدجال، ما دخلتوش بيتي وربما بعض الناس تحكم عليا ان انا راجعي. انا عملت باقه نت لبنتي اثناء خطيبها مكان مسافر السعوديه عشان يتواصل معايا، يكلمها ازيك عامله ايه، اتكلمه. بعد كده لغيتها، انا ما عنديش نت ولا بحبه، لان انا بسميه المسيح الدجال النت ده. مفيش حد بيجي لك مصدر مش عارف يتكلم حضرتك بالتليفون، لا لا يقول لك احنا معايا، لا 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 في ناس اتواصلت معايا كتير، في ناس للامانه اتواصلوا معايا مستشارين وقضاء، تمام كده. بيقولوا لك ايه؟ اتواصلوا معايا قالوا احنا معاك وحسينا ان في لغط في الموضوع وفي حاجات مش ظاهره، فقلت لهم مشكورين يا جماعه بدون توضيح يعني. طيب في بعض المحامين الكبار، في بعض المحاميات الكبار، في ناس اتواصلوا اعلنوا وقالوا ونزلوا تصريحات ان هم متضامنين مع حضرتك في القضيه، راي حضرتك كيف الموضوع ده؟ والله انا يعني فضلت ان انا الاستاذ احمد اول مره جمال الاستاذ المحترم استاذ محمد فتوحي الاستاذ المحترم فضلت ان دول يبقوا معايا، بس نظرا ليه؟ لان انا ما عملتش خطره في المحكمه. عايز اسال سؤال مهم، من يوم ما استاذ علي ما شافش بنته ولا سال عليها ولا قال بنتي عامله ايه بعد ما مامتها اتحبست؟ يا فندم الصولات بتوع المركز واحنا معوضين على النيابه من كام يوم، الناس بتوع اسم الشرطه وهم اللي بياخدوا عربيه الترحيلات لاحظوا ان هو مش طبيعي،
قالوا ازاي واحد متغيب وبنته اتولد وهو مش موجود؟ ازاي بص لها ما شافهاش من يوم ما اتولدت؟ نزل بس قال عايز اشوف بنتي تحت فشال بنته عيط. طب ليه انت توصل الامور لكده يا علي؟ احنا بنحترمك وبنحبك. استاذ حمدي حضرتك عندك قابليه للصلح مع حضرتك عندك قابليه للصلح؟ نعم. حضرتك عندك قابليه للصلح؟ انا ممتنع. نداء وعلي يرضوا عن بعض؟ ممتنع عن رد على السؤال. ليه؟ هي مرهونة الأمور هتطلع. طيب دلوقتي حضرتك الكلام اللي هو وصل منهم ليكوا ايه؟ نعم. بخصوص الجلسات العرفية اللي وصلت لحضرتكم ان في عقد جلسة عرفية. قال لكم ايه الحاجات اللي ممكن نداء تاخدها حضرتكم؟ زعلتوا طبعا من ما بقناش نحدد اصلا احنا هنقعد عليه. هما مش كانوا بيقولوا في كلام وصل ان هو عايزين يدوا مطبخة بس. استاذ حمدي معلش جاوبيني على السؤال تاني، انت حضرتك عندك نية للصلح؟ معلش جاوب تاني. انا محتفظ بالرد على السؤال، محتفظ بالرد على السؤال. مع كامل احترامي. مع كامل الاحترام انا بعتذر على الوقت وارجو ان ما حدش يضغط عليا في السؤال ده. كل ما كان في كلام متداول ان هم قالوا ان احنا مش هنديها غير مطبخها بس، ان هو يطلعها مش هنديها. والله اللي عايز يقول يقول القضاء اللي هيحسم القضاء اللي هيحكم، واحنا عندنا قضاء عادل وناس مستشارين ناس محترمين، والقضاء اللي هيحسم في النهايه لا انا اقدر احسم ولا احد. وربنا معانا وربنا لا يقبل بالظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه. في حاجه انت عايز توضحها وعايز تضيفها؟ انا متشكر على كده. انا بشكر الاخوه الاعلاميين كلهم والصحافه والف الف شكر جزيل الشكر. بس انا يعني بلزمكم كلكم، بلزمكم كلكم يا حضرات، حق الرد في اي خطا مكفول عندكم، انتوا اللي تردوا. اي حد هيغلط انتوا اللي تردوا، والحاجه دي توصل للمستشارين عن طريقكم، تتواصلوا معاهم والحاجه دي توصل ليهم، عشان انا هحاسب اي حد هيغلط. وبعدين بيقول انا هنزل فيديوهات وافضحهم في الدنيا عشان اوقف حال اخواتها الاثنين مش يتجوزوا. لا هيتجوزوا يا ابن حنان، مش ابن نبيل نجاهم، عشان سمعت ابوهم وامهم، لان امهم ما سمعتش ابوهم. أمهم ما سمعتش أبوهم ولا جريت ولا مسكينة. الله أمهم محترمة. يعني إذا ما حضراتكم متابعين معانا يمكن الأم طبعا يعني هو بنتها محترمة. منهارة ده أنا هنحلها في الدنيا كلها عشان بنت دي. إيه اللي الشرف؟ بنت دي أنا تعبانة فيها، بنت دي بالذات ده أنا عندي استعداد أولع في الدنيا كلها. ده بنت يا ناس، بنت حرام عليكم. ربنا حضرتك شايفين المعيار بننتقم منكم، وفوت امري الى الله، ان الله بصير بالعباد، فوت امري الى فيكم، ربنا ينتقم منكم. مش قاعدين لي يصورهم وتقول لي ايه ايه يا اختي يا سهواكه، دخلت عليا بالسهواكه من غير قلت لها اعمل واسوي من غير وفي عيني. انا بطالب المسؤولين، بطالب المسؤولين وبناشد النائب العام يتدخل لانه راجل قدير وراجل محترم. وبناشد الرئيس المحترم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا عايز رئيس جمهوريه مصر العربيه، بانه يتدخل وينقذنا من الوضع اللي احنا فيه. يتدخل. انا بناشد كل المسؤولين المحترمين والناس المختصه وعلى راسهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا عايزه بنتي، انا عايز بنتي عشان الطفله اللي بتطلع دي، عشان بلد قانون عندها ثقب في القلب. احنا في بلد قانون وبلد عدل، ازاي طفله تكون عندها ثقب في القلب عايزه ترضع وامها جوه في حاله ميؤوس منها؟ انا عندي سعيد، انا ما بحبش بدل بنتي، بس بنتي مش غلطانه. بنتي لو غلطانه كان الحاج يشوف كان حبسها، انها بنتي غصب. ضغوط ضغوط يا جماعه، ضغوط. بقالي سنه كل شويه سب وكسف سب وكسف من جوزها ومن حماتها ومن الكل. 13 18 سنه البنت صغيره، كلها هاخد منك بنتك وهتجيبك بره في الشارع عيل اصغر مني. احنا مش عارفين هي متجوزه مين، متجوزه اخوه ولا متجوزه اخواته البنات ولا متجوزه خالته ولا متجوزه امه ولا متجوزه اخواته البنات. في ايه؟ انت ليه مسبوب الاراده؟ انت راجل في بيتك، انت علي كان في لك يا حبيبي تحسن الامور دي من البدايه وتعمل حصن لمراتك وما تظلمش امراه والدتك. انا مش بقول لك اظلم والدتك، خليك راجل حكم عدل بين الاثنين. يا جماعه ده الجلسه دي انا بجيبها اديها للبيت، لقيتها مليانه زيت اكل يوم تجيبها لبنتي اللي فيه. في الدواء بجيب الدواء عشان ادي بنتي البنت الصغيره
دول كالسيوم اللي هو نقط بتاع الطفل بتاع القلب. لجنه زيت اكل، لجنه زيت اكل محروق مستخدم مكل في بطاطس صلصه. مين اللي جاي بتحط دواء؟ ما نعرفش مين، ربنا ده مش ظالم. طب الزيت ده معمول في الجزيره متغير في الجزيره، الدواء انكب وتحط مكانه زيت. عشان بنتي تاخد زيت، تاخد زيت وريها البنت الصغيره تاخد زيت. وراته الدكتور الصيدليه قال لي كده حرام يا بنتي اشتكوا، قلت له ده الشكوى لغير ربنا مزهل. يعني زي ما حضراتكم سمعتوا كده، يعني طبعا انهيار والدة المتهمة لداء طبعا المتهمة في الواقع. هات شوية ماء، شوية ماء يا احمد. النهارده يا منى شيل يا عم الشفا. طلع على الدرج اللي جوا معاك. شيل يا احمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالي حالة هدماء، حالة هدماء أم نداء، حصل حالة هدماء. خلاص خلاص عارف، خلاص يا سيدي، خلاص عارف. ربنا يشفيك، ربنا يشفيك إن شاء الله، ربنا يبعد عني كل أذى يا رب إن شاء الله، ربنا يبعد عني. تعالي خلاص يا عارف، خلاص خلاص. هذا الكرسي ده يا أستاذ سلاح، هذا الكرسي ده. وهذا بتاع. تهدي بالله، تهدي بالله. على الصلح بين الطرفين. والله هم بيعرضوا، بس عايزين اهل المتهمة نسوا. يعني تنازلوا عن الحقوق للنص نداء. مشاهدة ومتابعة موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، يعني انهيار والدة المتهمة نداء حمدي. طبعا المتهمة تعدي بالضرب على حماتها، زي ما حضراتكم شفتوا طبعا بسبب حالة الانهيار اللي هي وصلت ليها. في سكر ايه؟ مشاهده ومتابع موقع وجريده اهل مصر. اشرب الكوبايه تتحرك الدوره الدمويه. امسك يا اسلام خالتك، يا اسلام خش. امسك. يا باشا. الو. مشاهدي ومتابع موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان. أيوة يعني دي كانت تفاصيل كل الواقع النهاردة. يمكن اليوم كان أولى جلسات محاكمة المتهمة نداء حمدي، المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها داخل منزلهم الكائن في إحدى القرى التابعة لمركز مدينة دير بنجم في محافظة الشرقية. شكرا لحضراتكم مشاهدي ومتابع موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان.